تسبيح لأمنا مريم العذراء عند موتها للقديس يوحنا الدمشقي. الأنبياء يحتفلون بك، والملائكة خضعوا لك، والرسل في خدمتك، والتلميذ البتول اللاهوتي يخدمك يا والدة الإله الدائمة البتولية. في اليوم الذي فيه ذهبت إلى ابنك، الملائكة ونفوس الصديقين والآباء والأنبياء كانوا يحتفون بك بإكرام، وكان الرسل يشيعونك مع جمهرة عظيمة من الآباء الملهمين إلهيا من أطراف الأرض، جمعوا بأمر الله وجلبوا كأنهم على غمامة نحو أورشليم المقدسة الإلهية. وإليك يا من كانت منشأ جسد الرب ومبدأ الحياة، راحوا يوجهون النشائد المقدسة في تشييع إلهي بالكلية. في ميلادك حافظت البتولية وصمتها، وفي رقادك ما أهملت العالم وتركته يا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فبشفاعتك أنقذك من الموت نورا.